عادت لعادي الو تبكي نقطعتي معاليقي انت نسيت عادي وانا نسيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معادي لعادي تبكي نقطعتي معاليقي. اعوذ بالله من الشيطان. يا ود قبل شوي كنت اغنيها برا. ماني قايم مني لين اجيبها. بتطول وانت جالس لا هنا. لا عادي تبكي نقطعتي معاليقي ما عاد ينفع الصبر. لا 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 كذاب ما حبني حبيتي سلابي وانا على نيتي صدقت وحبيته كذاب ما حبني حبيتي سلامي وانا على نيتي صدقت وحبيتي عندك كذاب ما حبني حبيتي سلامي وانا على نيتي صدقت وحبيته راح وتركني وانا محروق اعصابي وانا على نيتي صدقت وحبيته وانا على نيتي صدقت وحبيته يقول الشاعر لا يقول إلهي وجئتك أشتكي ألما أنا يا الله من همي تعبت إلهي لا أشتكيك ظلما وأنت الذي من رزقك يظهر النبت سلام يا سلام. يقول أخذت من روحي لروحي نصايح حلو ثلاث يبر النفوس الضياقي حمل الحطب ومعلقات الذبائح حذف النشامة والغتر والطواقي طيب عندي لا التبكين هذه ابيها تكفى ساعدني يا حبيبي الله يساعد يا حبيبي انا ماني فاهمك وانت من تفهمني وجالسين مع بعض وما ادري كيف لا عاد تبكين لا عاد تبكين ليش ما عاد تبكي خلت تبكي خلت تصيح خلت خلت تسبح في دموعها يا اخو لا عادي نسأل الشيخ يا لا لا الشيخ لا الشيخ بيقول خلت تبكي ما ادري لا عادي تبكي لا عادي كل يجي ويروح والبال ساهي الا انت في كل شيء انا بروح العداد بقول بسالهم والله انا انت حلفت انا ما حلفت انك روح اسال روح انا ما روح اسال العداد اقول ايش اسمها الاغنيه اللي لعبت تبكين ومدري وشو روح جوال اساسه ها سلمنا جوالات قبل شوي جوالي وين شو اشترينا عنك جوالك وين تسالني سؤال غبي بنجاوب عليك بذكاء قطعتي معاليقي الدمعه بس ما ادري وش اللي قبلها سيف لا عادي تبكيني قطعتي معاليقي وش بعدها يا رب ما حد يدعمك سلم تك انا حلفت ما اقوم من هنا خلني يا رب ما حد يدعمك لا عادي تبكيني قطعتي معاليقي عادي تنفع وحلفت لي وحلفت لي انا اني ما اقوم هنا ابغى لا عاد تبكي روح اسال بسرعه انا حلفت طيب يا اخي ليش حذفت المويه وراء؟ تدري هذه نعمه من نعم الله واما بنعمه ربك فحده الماء وجعلنا من وجعلنا من الماء تدري ابغى اقول لك معلومه اسمع انت يا المارد يا الزومبي يا جراده تدري ابغى اقول لك معلومه تدري الله يا وجه القنفذ انا وجهك وجهك ها تقول زاويه باب زاويه باب طيب حلو انا شوف ابى اتكلم معك بمنطقيه شلون وجهي زاوية باب؟ اشرح لي زاوية باب زاوية باب عرفتها كذا يجيك مثلثة صح؟ عبد الله ها؟ مثلثة، طيب ليش ما تقول وجهك مثلث؟ ليش كذا وجهك زاوية باب؟ يعني عشان زاوية تكون باب هذه تضحك؟ تكون الذبة حلو طيب حلو هذه ذبة، الحين 1-0 أنا لي واحد؟ إيه؟ خلاص لا مالك شيء ما 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 أحس إنه شوف إذا أعطيتني لعاد تبكين هذه لك 5-0 يا ما أسمع أغاني أنا يا ولدي ما ابغى اغنيه ابغى عاد جزوج دراني ما اسمع شيء بعد يلا يا رب يلا يا رب انا حلفت يلا يا رب اني تجي
عاد تبكي لا عاد تبكيني قطعتي معاليقي اخاف لا انت اسكت اسكت تشاور فانت فهد معيان ياخذ راي يقول راي ما يهمك لا عادي تبكيني قطعتي معاليقي انت المايك نشب بطني يا رجال كل شوي طاعني تكفى ساعدني انا الظاهر تكفى روح ولد عدوني اي واحد يا ولد ذبحني قسمت لك عدوني انا حلفت اني ما اقوم اي لا تقوم عادي ما حد قال لك احلف تكفى يا عبد الله ساعدني لا تقول تكفى على شيء تحلف فيه ما حد قال لك احلف ليش ليه عود لسانك لا عاد تبكين ليش لا قطعتي معاليقي لا شكر الله عادي لا تبكين فاضي لما انا لا اله الا الله كانت في مخي دور منا شوف ورا شيء لا عادي تبكيني قطعتي معاليقي انت حالف الا تجيبها يا ولد انا قدري البيت الثاني تروح انت تهرج يرحم والديك يلا بسكت يلا لا تجيبها لا عادي تبكي انا مرش الزوم بقري الادب قطعتي معاليقي ما دام قلبي ما جبتها ما دام قلبي معك وش داعي الدمعة ما دام قلبي معك وش داعي الدمعة طب انا قبل شوي قلتها دقيقة ما قلتها لا عمو انساها بالله لا عادي تبكيني قطعتي معاليقي ما دام قلبي معك وش داعي الدمعة أنا مع الناس صدق وحلم تفسيري أنا حلفت وجبتها أنا حلفت يعني وش الحين تقدر تقوم؟ أحس إني تقدر تقوم الحين صح؟ أحس إني فزت أحس إني تأهلت طيب ما جاوبتني أنت تقدر تقوم الحين؟ لا فقط ما تبيني قمت ما قلت ما بيك؟ ها أنا قلت ما بيك؟ يا أخي صدق ما هو استنقاص فيك صدق صدقيني جد والله بسألك سؤال أجلس تنساك صدق بسألك سؤال يا أخي لو أنك اسمع صدق مو استهبال لو أنك مو إنسان وش ودك تكون إنسان لا لو أنك ما أنت إنسان جاء أنت ما أنت إنسان وش ودك تكون وديجيني عشان آخذ كذا ووديك مكان بعيد مكان بعيد وين يعني ما أدري عشان ما تفكر التفكير هذا مكان بعيد طيب في حياة ولا خلا وزي كذا خلا أموت من الخلا تموت طيب لو نذبحني أهون لا تحب ما أبغى أشوفك طيب يعني إذا مت بتشوفني أكيد ما راح تشوفني إذا مت ما أبغى أشوفك كذا طيب ما أحتاج تديني سيف ركز معي سياف عبد الله الراجح يقول سيف أنت تقول سيف أنت مشكلة أنك تحفظ اسمي يا أخي شوي برا سياف يا أخي أنت يا أخي أنت كأنك ألف أنت أضيف ألف مع اسمك تختلف أضيف ألف مع اسمك شو سوي كأنك ألف كأني ألف أني أنا دائما واقف زي الألف ما حد قال شيء طيب ليش ده أنت واقف على قمة طويق جعل عمرك طويل يا ولد أجل ما ودي أكون جني عشان ما أشوفك ودي أكون إنسان عشان أعاين فيك أولي ولا شين مشان عند عيال مشان عند عيال عندهم براد شاهي اجلس 15 اجلس عندك وين اجلس بروح بشيك عليهم والله ما بشيك عليهم وش عنده يا اخي شوف انا بقولك طبع فيني يا استاذ سياف نعم يا استاذ عبد الله انا انسان ترى ما احب اجلس في المكان اكثر من 5 دقائق لازم اغير لازم ما ادري كذا ترى تدري حتى اذا طلعت مع اخوياي مثلا جلسنا بكوفي ما احب اوكي التغيير حلو بس انت ما قعدت 5 دقائق حبيبي انا قاعد عندك ربع ساعه اكثر والله اجل راحت انا لا عادي تبكين قطعتي ربع ساعه هذه كان عندي ما دام قلبي ايش لا عادي تبكين قطعتي معاليقي ما دام قلبي معك وش داعي الدمع وش داعي الدمع يعني انا معك وش داعي انا بقول لك شيء دمع ليه شوف انا معك يا اخي انا انسان تدري شو اتمنى اتمنى اكون شاعر زين بس مو باللهجه العاميه يا اللهجة كذا وش يصير زان سوالف يا أخي ليه كل ما بمشي تجين السوالف وإذا جلست ترى أنسى والله أنساها أقسم بالله أنا ما أدري ليش إذا كنت واقف أفكر وش يعني وش تقول يا أخي أنا أحب الشعر الفصيح الفصيح إيه
طيب هم طيب الشعر الفصيح معروف. والله اني احب الشعر الفصيح. يجيك شعر فصيح او يلي بس مو الفصيح اللي يجيك كلمات غريبه ما تعرف ايش هي. لا كلمات يعني مثلا نفس اللي قبل شوي قلت لك الهي وجئتك اشتكي الما انا يا الله من همي تعبت الهي لا اشتكيك ظلما وانت الذي من رزقك يظهر النبت. هذه ما ادري هي فصيحه او لا والله ما ادري بس يعني نفس النمط هذا اللي انا قلت. عرف يا اخي عجبني الشعر اللي كذا ممتاز. في شاعر قال قصيده بس ناسيها ما في اي هدف اني قاعد اقول لك الحين. كان بطياره هو وجالس على مقعد الطياره وقال الشعر ذا. حلو كان بطياره ايه بس وش القصيده ما ادري وش القصيده ما ادري. تبي ليه تقول السالفه انت الحين علقتني؟ لا عشان تبحث معي فيها تفكر. ابحث احنا امس علقتني بالسالفه وبحثنا وجبنا اجابه ممتاز. إيه بس إيه رسالتك هادفه صراحه. ايه رساله حلوه. هذه مو رساله هذه معلومه. معلومه هذه إيه؟ اللي بتكون هي معلومه. لا مو معلومه شيء كذا ما له اسم اجي اشيلها. اسمع يا ولد انت المايك يغثك. لا لا ما يغث طعني اكثر من مره. لا ما يغثني وما باكل. وش اللي شيلها 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 نروح نشيلها. تبي نروح نشيلها؟ لا لا خلنا نشيلها هنا. اقول هنا اسمع طواري. لا ايش كنت بقول؟ إيه انا ودي بشهر. كم الساعه عندك؟ ودي شهر. ما امسح اسالك سؤال. تبي اجابه منطقيه ولا